كل الناس اللي اشتركت في القناة وكل الناس اللي بتشير وكل الناس اللي بتقول لايك وكل الناس اللي بتدخل على القناة بتاعتي حتى لو بتنتقد. النهاردة الفيديو بسيط عن التحكيم والفار في مصر. هل انتوا شايفين التحكيم والفار في مصر صح؟ التحكيم اللي عليه لغط كبير جدا، اللي عليه مناوشات وعليه كلام ومشدات، والحكم ده اهلاوي والحكم ده زملكاوي، ودايما نتهم الناس بالزور، وده دايما عنده نظريه المامره، والمشاكل اللي بتحصل في مصر. هل انتوا شايفين التحكيم في مصر جامد، او تقدر تقول عليه يليق ان هو ده الحكم عنده المقومات والمواصفات ان يبقى حكم جامد في مصر؟ انا هقول لكم ده في الفيديو ده. الفيديو ده يا جماعه، انا شخصيه الحكام، اولا انا شايف شخصيه الحكام بعيده جدا ان هي تكون شخصيه حكم. الحكام تحس ان لا جسم ولا شكل ولا كاريزما، انا اسف يعني، كلنا بتاع ربنا، لكن لازم الحكم يكون عنده الملكه والشخصيه وازاي يعني لو لعيب متعصب ازاي هديه، لو لعيب منفعل. وبالاضافه كمان يا جماعه، التصوير بتاعنا الزفت الزفت الزفت، تصوير تحس بتاع الكاميرات بتاع زمان اللي هي دي، فاكرينها اللي هي ديت، واحد واقف ما بقاش شايف حاجه في الفرح بتاع العروسه، فحاجه تكسف، حاجه تكسف. الفار نفسه ما بيبقاش شايف الكوره، فما بالك الحكم؟ معلش يعني التصوير لازم يتغير يا جماعه، التصوير، المباريات والحكام اللي في الفار بيبقوا اساسا، لازم دورات تدريبيه للحكام دي، لازم الحكام بتوع مصر دول كلهم يقعدوا في حته كده، ياخدوهم يدربوهم في حته تانية في دوله، يعملوا معسكر مغلق، واحنا خلال السنه دي نجيب حكام اجانب. فار وساحه، لازم الحكام المصريين يتغيروا تماما، او على الاقل ياخدوا لهم سنه كده يريحوا، يروحوا يتدربوا في مكان معين، يشوفوا كاريزما الحكم، شوفوا الدوري الانجليزي شخصيه الحكم واقف ازاي، بيقنعك حتى لو هو غلط شخصيته. يعني شفنا الحكم العالمي اللي حكم نهائي كاس العالم، وشفنا ماتش الاهلي والزمالك وبيراميدز، شخصيته حتى في قرارات غلط، بس الشخصيه، الكاريزما، اللبس، الستايل، صفارته امتى، شخصيته في الصفاره، قوه صفارته، لازم نتعلم. احنا عندنا حكام تحس عندها فلات فوت، واحد عامل لك شخص حكام بدون اسم، انا اسف يعني، حكام شكلهم تحس ان هم نفسيين جايين ايه، وغير كده عندنا اعلام الحكم ده غلط وساعد نادي الزمالك، الاعلام الاهلاوي يسلخه يسلخه، نفس القصه في ساعد النادي الاهلي. فزي ما قلنا كده، التحكيم محتاج يتغير، محتاج حاجه يا جماعه من برمتها التأسيس من الحكم، شخصية الحكم لازم جسم جسمانيا وشكل وثقافة وطريقة، ولازم الإعلام يخف بقى يا جماعة. احنا شفنا الدوري الإنجليزي يا جماعة الحكم شكله ازاي والستايل ازاي وصفارته ازاي، شفنا الفار بيجيب لك الرمش الخد حركة البق، احنا عندنا الكاميرا العادية ما بتجيبش اللعيب وهو بيجري، ده احنا في أهداف ساعات ما بنشوفهاش. فأنت لا عندك لافار ولا عندك حكام ولا عندك منظومة، عندك بس احتكار للاستوديوهات التحليليه، عندك احتكار لاتحاد الكوره، عندك احتكار للقنوات الرياضيه، عندك احتكار في كل حاجه. عشان كده الدوري بتاعنا ما عادش ناجح، لعبنا بنشوف فيه نجوم ولا عاد بيفرز لنا نجوم، ولا عدنا بنشوف دلوقتي اللعيبه الحلوه المصريين اللي ربنا بيكرمهم، اللي سافروا بره، اللي اتلعبوا بره، اللي والدته اجنبيه، اللي سافر بره هنا هنا، ده اللي بيبقى ربنا كرمه، لانه بعد عن المنظومه الفاشله اللي في مصر، فربنا كرمه وساعتها ممكن يبقى حلو المنتخب مصر. فاللي بيحصل في مصر من التحكيم حاجه غير، لازم اساسا الحكام لازم يبقى في منظومه، اذا بتعترض تعترض بشياكه، مش تجري على الحكم، نلاقي الكل بيجري على الحكم، مش لاقي ناس على قناه الاهلي وقناه الزمالك قاعدين بينطقوا اسامي الحكام وعلى انهم يعني بيخسرهم بفعلا بفعل فاعل. وما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش عشان انا بخسر اقوم اتهم، لازم عندنا ثقافة وعندنا وعي وعندنا، بس ده لا يمنع ان التحكيم عندنا فاشل جدا، لا يليق ان حكام، ما عندناش ولا حكم ولا اتنين، المنظومة كلها الفار، قلنا تصويرنا سيء جدا، ملاعب ولا اسوأ تصوير ولا اسوأ استوديوهات تحليلية البرنامج ممكن ياخد 10 دقائق تحليل المباراة، والجمل والمدرب هنا والتغييرات بياخد 3 ساعات يتكلموا في الجرافطات، يتكلموا ويقعدوا يضحكوا في حاجة تانية خالص. عندنا المنظومة كلها بايظة، التحكيم عندنا صفر. فانتوا دي يمكن ده فيديو بسيط على الفار، هل انتوا راضيين على التحكيم في مصر؟ وانتوا ايه، واذا مش راضي ايه اللي وجهه نظرك عشان التحكيم يتغير؟ وازاي يتغير؟ عايزين التحكيم بجد يا جماعه والمنظومه كلها تبقى كويسه، من لعيبه، من ملاعب، من تصوير، من تحكيم، من تحليل، كل حاجه. المهم اذا عجبك الفيديو اللايك والشير. السلام عليكم.